عليكم ورحمه الله وبركاته. خويا اليوم غانا نهضروا على واحد النقطه ديال الترسام اللي الناس ضاربه معنا هنا 14 عام 15 عام، القليل اللي ما ضاربش ضارب 9 سنين 10 سنين. هاد النقطه هي اللي بغينا نهضروا علاش هاد الناس ما يترسموش. هاد الناس هادو طايحين في الاستغلال ديال هاد الشركه. هاد الشركه استغلت 14 عام بلا ترسام بلا قوانين بلا حقوق بلا والو. حنا ولاد الشعب وبغينا الحقوق. كنهضر مع الناس المسؤولين ياخذوا لنا حقنا من هاد الناس هادو. هاد الشيء راه حشومه وعيب والله الا عيب. قضاو بينا اللي قضاو قالوا لنا الشركه ما بقاتش بغاتكم. حشومه هادشي والله الا حشومه بالله. عضو سعيد السعودي، عضو المكتب النقابي العالمي للصلب والتمليل. سبب المشكل اللي واقفين هنا ان توقفوا علينا عمال هذه 15 يوم تقريبا. توقف لينا المكتب النقابي، 4 من المكتب النقابي، السبب اننا بدلنا المكتب النقابي ما بقيناش مع واحد الاي ام تي غنسمي الاي ام تي كنا معاها 5 سنين هادي وما ما درنا معاها حتى شي حاجه، يعني ما وصلت معنا حتى شي حاجه. ودابا من بدلنا المكتب النقابي وبدلنا النقابه طردوا لينا 4 الدراري، قالوا لينا ودي الا بغيتوا نحقوا لكم الحقوق تاعكم نعطيكم المسائل تاعكم وهادي حيدوا هاد السيديتي حيدوا هاد النقابه ونعطيكم المسائل تاعكم. حنا رفضنا هادشي والدليل ان هاد الناس هادو كلهم واقفين هنا باغيين السيديتي وحنا راهم معنا معاهم في المعركه حتى النهايه ان شاء الله. حنا بغينا الحقوق تاعنا، حنا ما بغينا لا ملف مطلبي، مسائل مكتسبه عندنا هادي سنين. ومن جات هاد الفتره نتاع الكوفيد وهاد المسائل اللي وقعت الازمه وهادي، هو استغل هاد الفرصه وصفى المسائل تاعو مع العمال، طرد اللي طرد وجلس اللي جلس من شهر 3 من مارس كانوا جالسين. الناس راه 7 شهور ولا 8 شهور ما كياكلوا ما كيشربوا، الناس راه محنين هنا. واحد العدد قليل اللي كيستغلوا هاد الشركه انهم كيخدموا وكذا لحقاش عندهم مصالح مع الاداريين وهادي، كيكون العزل بين العمال وما كاينش ذاك التناوب اللي كانت هاد السياسه ان التناوب يخرجوا واحد لابارتي اللي غتخرج وحده تخدم. كاين اللي خدام 26 يوم ديالو الشهر ديالو كامل، وكاين اللي ما عنده حتى 12 يوم ولا 13 يوم. فالظروف اللي كلشي المعيشه طلعت، كلشي طلع، الغلاء طلع، الطاكسي طلع، اي حاجه طلعت في هاد الفتره هادي اللي كنعانيو منها كلنا. ولكن مسائل مكتسبه ما خصوش يحيدها، ومسائل من الحقوق يعني الشغيله انه يبدل اي نقاب واي انتماء نقابي ما من حقوش يتدخل فيه، لا الباترونه لا السلطه. يعني هذا اختيار كما كيقولوا حر، والدستور كيوثق هذا الشيء، وصاحب الجلاله نصره الله حتى هو يعني كيوقف على هذه المسائل ان الدستور يكون مطبق، خاصه على الشغيله اللي محقوره هذه ويعني كتعيش ظروف صعبه، تعيش ظروف صعبه. والدليل انت الناس اللي كتشوف 15 يوم باقي ما داروش معنا حل وما بغاوش ينزلوا معنا لطاوله الحوار. حنا ما عندنا لا مطالب لا والو، حنا عندنا مكتسبات وحقوق كتحد. كاين لا سي ان اس اس كيلعبوا فيها، لا ميتيال كيلعبوا فيها الناس عام عامين ما رجعتش ليهم. الشهر ما كيتخلصش في الوقت ديالو، حتى لو 15 حتى لو 20. انت عندك تريتا، عندك كرا، كيدق عليك مول الكرا، كيدق عليك مول الكريدي، مول الفارماسيان. يعني بنادم عنده ارتباطات وعنده التزامات مع ناس اخرين، ما يمكنش تاجل ليا. وكاينه واحد المساله اخرى، الريكيبيراسيون، ما هذه ما كايناش في قانون الشغل نهائيا. الريكيبيراسيون ان تخدم يوم العيد اللي عندك فيه 100% تخلص، يعني فيه 16 ساعه هو كيريكيبي لك ذاك النهار، كيخلصك في نهار عادي، كيقول لك تال من بعد وغتريح. زدتي شي سوايع كيقول لك ريكيبيهم لك راحه، يعني كيخترق هنا مدونه الشغل، كيخترقها يعني علنا، ما كاينش اللي يمنعو. وهذا فوق القانون، هذا السيد هذا كيحسب راسه فوق القانون وما كيعترف حتى بسلطه لا بمؤسسه. وحنا معاه في النضال حتى الاخير رماق حتى نشوفوا الحق يبان ان شاء الله. والسلام عليكم وشكرا على القناه اللي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.